السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم ازاي ننزل برنامج VLC. برنامج طبعا معروف مشهور جدا، بيشغل اغلبية الفيديوهات اذا كانت ما بتشتغلش على الميديا بلاير كلاسيك العادي. كمان في خاصية ان انت تقدر تنزل منه تصور منه خلفية الشاشة، يعني اذا انت محتاج تسجل طبعا بصوتك تدوس VLC. طبعا خش الجوه على طول، طبعا هسيب لكم في الديسكريبشن الرابط على طول، رابط تنزيل الموقع على طول، رابط تنزيل البرنامج. دخلنا هو على الموقع بتاعه، ده هو حجمه 40 ميجا، على طول بيقرا الكمبيوتر بتاعك ايه نظامه. انا على طول اهو ادي الفيجن ده الويندوز بت 64، هدوس على انزل VLC. تمام، هنا مديك اول وقت، استنى انتظر ثواني. شكرا، انتظر ثواني عشان يحمل معاك البرنامج. فورا على طول بيفتح معاك الصفحه اهو، مكان التحميل. تمام، وحجمه 40 ميجا. طبعا انا محمله قبل كده اهو، مش حمله تاني، وحمله مع بعض تاني مفيش مشكله. كده بتحمل اهو. اتمنى يكون الشرح فاتكم، وانا اسيب لكم رابط البرنامج في الديسكريبشن، وان شاء الله دايما يعجبكم الشروحات. شكرا.